محادثات جنيف هل ستكون مسلسلا مخرجه النظام ومن خلفه روسيا وإيران؟ خلونا نسمع شو قالت الصحف لها الأسبوع. مقال للكاتب زهير قصيباتي بصحيفة الحياة بعنوان من جنيف مع أطيب التمنيات بيقول: لمضحك أن تطالب المعارضة السورية في جنيف النظام بإبداء نيات طيبة. المضحك المبكي أن يمن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف على جيش الإسلام وأيضا أحرار الشام بضوء أخضر للاعتراف بحضورهما في جنيف، وذلك كأشخاص يقبل بهم. المبكي هو ما زال منذ 5 سنوات مزيدا من الموت، ومن لا يسقط بغارات قيصر الكرملين يبتلعه البحر. ولكن لماذا التذمر؟ ألم يتراجع النظام السوري أخيرا عن حرب البراميل التي لم يعد بحاجة إليها ما دامت سوخوي الحديثة تفعل فعلها إلى حد يشيع الغبار عواصف تغشى الأبصار لها؟ فلا يستغرب السوريون أن يأتي يوم يطلب فيه النظام الرأفة من فلاديمير بوتين. والله بعيدا عن النفي والحكي أنه المعارضة طالبت بها الشيء، لا، المعارضة ما طالبت بها الشيء من روسيا، أنه مشان الله اسمحوا لنا لمحمد علوش كبير المفاوضين والناطق باسم حركة أو باسم جيش الإسلام، ما حكت بهذا الشيء أو ما طلبت. ما بدنا نقعد هلأ ننفي ونقول الحكي صح. اجتماع المعارضة السورية بالرياض انبثق عنه المعارضة أو وفد المعارضة الحالي اللي هلأ عم يفاوض بجنيف، من بينه أحرار الشام ومن بينه كمان جيش الإسلام. المضحك المبكي أنه النظام ما بقى يهمه إذا تفاوضوا معه مشان البراميل المتفجرة، لأنه مثل ما بيقولوا السوخوي عم تعمل عملة وعم تخسف بها المدنيين وبقدرة تدميرية توازي وأكثر من الصواريخ الروسية. والمضحك المبكي أنه النظام جاي بده يفاوض على رحيل الشعب السوري، والدول عم تطبل له وتزمر له. المضحك المبكي أنه روسيا عم تقتل بالشعب السوري بكل ما لديها من أسلحة، بطائراتها، بصواريخها، بصواريخ الكروز، وعم تقلك روسيا بدنا نفاوض، يعني بدنا تفاوض بمفاوضات كيف مباشرة. طيب روسيا بقرارها بتقلك بدنا نفاوض على حكومة انتقال، حكومة وطنية. طيب حكومة وطنية مو ليكون أول شيء اللي عم نفاوضه أو اللي بيتمتع بحس المواطنة هذا أيادي مو ملطخ بدمنا وبيقلك وحدة وطنية؟ وحدة وطنية تضمن التعددية. يمكن في تعددية، بس التعددية يمكن بالميليشيات الإيرانية والعراقية واللبنانية، هي هي التعددية. المضحك المبكي إنه ديمستورا مو من اختصاصه يوقف إطلاق النار. المضحك المبكي إنه ديمستورا بس مهمته إنه يرضي الروس والأمريكيين، مو مهمته إنه يوقف إطلاق النار. بيقول لك والله يلا بعرض عليهم، إذا وافقوا وقف إطلاق النار كان بها، ما وافقوا بتكون راحت عليكم، لأنه أنا مهمتي بس البحث عن غد دستوري وصناديق اختراع بغض النظر مين اللي راح ينتخب ومين اللي ما راح ينتخب. مثل ما كان إنه مو مهم مين بيحضر مؤتمر جنيف ومين ما بيحضره، أو على قولة المحللين ديمستورا رايح يجري أو يسعى لعملية انتقالية بتكون عبارة عن انتقال الأسد من القصر للقصر. يعني قبل ما تستعمل الدول نظام الجرجرة هذا للحرب، كان في سفاح خبير بقتل الأطفال عم يتولى هالمهمة، ولما هدى السفاح بطل عنده عناصر صار يستعين بالميليشيات، ولما هالميليشيات صارت تنفق اجا دور الدول العظمى روسيا وإيران وأمريكا، واللي طبعا قامت بتطعيم الحرب السورية بنكهة المفاوضات المفخخة لإطالة أمد النزاع ولإطالة معاناة السوريين ومنح إجازة طويلة الأمد لرأس النظام. خلونا نكفي المقال.
بيقول الكاتب: هل من الحكمة إذن التساؤل عن من جر السوريين إلى الحرب العبثية المجنونة ليكون ثمن حكومة وحدة حوالي 300 ألف قتيل وتشريد عشرة ملايين، أم يلعن السوريون الظلام الروسي الذي يمدده الغرب طوعا بالتفويض الأمريكي لقيصر الكرملين؟ ألم تكن العصا الأمريكية جاهزة عشية جنيف لتضغط على رأس المعارضة بتحذيرها من وضع أي شرط قبل دخول قطار المفاوضات غير المباشرة؟ إذا هيك معناها نحن عن أي مفاوضات عم نحكي؟ بنحكي عن مفاوضات إعادة إنتاج النظام، ولا عم نحكي عن مفاوضات وقف معاناة الشعب السوري وإحلال السلام بسوريا؟ الشروط واضحة وصريحة. كيري بس يجي يحكي عن المفاوضات بصير بيحكي بهداوي وبلسان رطب، وبس يجي يحكي عن بس تخلص المفاوضات أو بس يكون بعيد عن المفاوضات ويحكي عن الأسد بيقولك يجب على الأسد الرحيل. فعن أي مفاوضات عم نحكي؟ عن مفاوضات التدجين للمعارضة، ولا عن مفاوضات قتل الشعب السوريين، أو عن مفاوضات بس شرعنة الاعتداء الروسي على سوريا؟ فاصلوا ونرجع. بمقالتنا الثانية بحلقة اليوم، مقال الكاتب أحمد جابر بصحيفة الحياة بعنوان روسيا في ملعب الفوضى، بيقول: تدرج التدخل الروسي المباشر في سوريا من استخدام حق النقد في مجلس الأمن إلى إرسال القوات الجوية والبرية لاستخدام حق النقد على الأرض السورية لم تبتعد من جادة الصواب. القراءة التي رأت أن انتقال الطرف الروسي من وضعية التدخل البعيد إلى وضعية المهاجم القريب قد تم بعلم أمريكي لم يتخذ شكل الجلوس إلى الطاولة وتوزيع المهام التدخلية بين المتحلقين حولها، لكنه اتخذ شكل الإجازة الصامتة التي تتلائم وخطة الانسحاب المتدرج من أرض الميدان، أي الخطة التي لازمت عهدي الرئيس الأمريكي باراك أوباما وانطوت على سياسة لملمة ثوب الولايات المتحدة الأمريكية من حلقات النار التي أشعلتها تدخلاتها في البلدان الآسيوية والعربية. يعني مثل ما بيقولوا السياسة الأمريكية معروفة لمين من كان أو معروفة للعالم العربي، يعني دافنينه سوا. السياسة الأمريكية بتشبه لملمة التوب والهريبة، يعني يلا السلام عليكم لا تواخذونا، صحيح سرقنا نفطكم وصحيح لعبنا فيكم كم 50 سنة كم 60 سنة، بس بدنا نخلي ونخلي الدور لغيرنا، سامحونا. بس كمان ما بيخلى أنه السياسة الأمريكية عملت حلقات نار بالدول العربية وجابت الروس لتدخلهم فيها، ونحن بلادنا عم تحترق على حسابنا. خلونا نكفي المقال. بيقول الكاتب: الواقع القول إن السياسة الأمريكية لم تكن في صدد إطاحة رئيس النظام، وربما أن ما أقلقها ما لدى النظام ورئيسه من أسلحة كيميائية، فلما أزيل خطر هذه الأخيرة ترك الشعب السوري لشأنه، أي ترك للخراب العظيم الذي بات سيد الديار السورية اليوم، وترك للفوضى الكيانية والاجتماعية والسياسية العامة التي دخل الطرف الروسي كلاعب أساسي إلى ساحاتها ليديرها بالنار وفق برنامج عمل يضع في رأس أولوياته الحفاظ على النظام سالما والتمسك بورقة رأس النظام سالمة أيضا، وذلك من دون أن يكون الرأس مستبعدا من عملية البيع والشراء. السياسة الأمريكية من أول يوم ما كانت بصدد دعم الشعب السوري لنعول عليها هلأ، أو قضية حرجة مثلا، أو قضية نختلف عليها بالعالم العربي، يعني ما نو غريب عنها السياسة. وطبعا هاي السياسة اللي سلمت البلد لروسيا لتديره طبعا بالنار ضمن برنامج عمل على رأس أولوياته بس ابقاء النظام سالما، واذا ما ضل سالم اعادة انتاجه، طبعا مع احتمالية مثل ما بيقولوا فرز رأس النظام وتكييسه وحفظه في مكان بارد وجاف وتلزيقه بعلامة
أو بماركة مسجلة بأي لحظة، لبيعه طبعا بالبازار الدولي بأي لحظة بتسمح فيه المبادلات الدولية التجارية بالصالون الدولي. من كف المقال بيقول الكاتب: لقد تم ذلك كله تحت شعار تمسك الجميع بالحل السياسي في سوريا، لكن تمهيد المطلوب لجعل الشعار مقبولا من الجميع ما زال يتم بوسائل قتالية، ويستند إلى متغيرات جغرافية، ويعيد الحسابات انطلاقا من الحصيلة العامة لكل المستجدات التي تطرأ في السياسة وفي ساحة المواجهات. في اللوحة الراهنة اتخذ الطرف الروسي وحلفاؤه وضعية الهجوم أي المبادرة، في الوقت الذي انتقلت المعارضة إلى وضعية الدفاع الذي يقترب من الانكفاء والتراجع. ترجمة ذلك تتم الآن في صيغة العودة عن اقتراحات سابقة كانت تقدم كمشاريع حلول للأزمة السورية. بيقولوا أنه الكل متمسك بالحل السياسي، بس والله يعني التوب غير توب حل سياسي، ما بنعرف بأي توب ملبسينه إياه. المهم بيقولوا أنه الكل متمسك بالحل السياسي، حل سياسي قائم على إعطاء النظام إجازة سياحية بسوريا، يعني متمسكين بهذا النظام الخدمي للآخر. وروسيا اللي ما بهمها غير مصلحتها بتقلك فلتذهب روسيا، والأهم بقاء النظام ولو حكم نفسه بنفسه، يعني أنه يروح الشعب ويقعد الأسد على كرسي الحكم ويقعد يتأمر على حاله. ما بيخلى من هاي المؤتمرات اللي طلعونا فيها، ما بنعرف مؤتمرات ولا مؤامرات على الشعب السوري. المؤتمرات المفخخة روسيا وأمريكيا، أو خلينا نقول مفخخة روسيا وبضغط روسي، أو مفخخة روسيا وبضغط أمريكي على قوى المعارضة السورية بشقيها السياسي والعسكري. المهم هاي المفاوضات جاءت بس عبارة عن شرعنة العدوان الروسي أو الاعتداء الروسي على سوريا من خلال إيجاد وفد ثالث، وفد للسخرية طبعا، ما بنعرفه وما بنعرف شو راح يعملوا ضمن مجموعة خطط روسية مسبقة، إنه إذا هذا الوفد ما شارك أو انسحب بأي لحظة مثلا تجاه ما يواجهه من مظلومية بالقرارات، إذا المجتمع الدولي لحد الآن مو أدران يلزم النظام بوقف إطلاق النار رغم أنه أصدر قرار عن طريق مجلس الأمن. فاصل ومنرجع. قال الكاتبة بسمة قضماني بصحيفة الحياة بعنوان: التخطيط لسوريا المستقبل يبدأ اليوم. بتقول بسمة قضماني: جاء قرار مجلس الأمن الأخير ليفتح نافذة أمل صغيرة على واقع ممزق وقاتم للغاية في أنحاء سوريا، وليذكرنا بأن هذا الصراع مصيره إلى نهاية ما، وفي تلك الساعة يجب أن نكون جاهزين لإعادة الإعمار السياسي والاقتصادي والبشري. ستكون هناك آلاف التفاصيل الصغيرة اللازمة ما بعد الاتفاق على الخطوط العريضة من أجل إعادة بناء المؤسسات القادرة تدريجيا على وضع آليات الحياة والكابوس المقيم لكل السوريين. وعلى رغم أن البعض قد ينظر بعين الشك إلى التفكير الآن فيما سيتعين علينا القيام به بعد التوصل إلى حل، فأن الوقت حان لبداية هذا العمل الذي سيستغرق وقتا. لا سبقناك كتير، والشعب السوري سبقنا كتير، يعني من أول يوم انطلقت فيه الثورة كان الشعب السوري مخطط لمستقبل سوريا، سواء بإعمار سوريا اقتصاديا أو سياسيا أو فكريا، طبعا هذا عبر 5 سنوات من الثورة. كان في شيء ما عم يدققوا عليه بوسائل الإعلام، وهو الرغبة لدى السوريين في أحياء سوريا والقدرة على التأقلم مع الحياة، حياة القصف والقتل والتهجير. كان النظام بيدمر بدومة ببراميل متفجرة، صرنا نشوف الناس عم تعمر بيوتها بعد القصف حتى على المستوى الخدمي، دفاع مدني لمسعفين للقائمين بأعمال البلديات. بمفهومهم أو بمفهوم الشعب السوري وبمفهوم الثورة، أنه هاي الثورة على النظام،
الشعب بمفهومه بعقليته انه مع كل بيت بيتدمر بنبني بيت جديد بس بسقف الحرية وتحت سقف الحرية. اللي ثاروا مشانهم هنن هدول، او اللي ثاروا مشان هاي البلد هنن هدول. هذا المثال بينطبق حتى على المؤسسات اللي بالمجتمع الدولي نازل. طبعا اللي بالمجتمع الدولي هنن مؤسسات مقدسة بالنسبة له، ونازل يقول لك يجب الحفاظ على مؤسسات الدولة، وبدل ما يحكي يجب الحفاظ على بيوت الناس وعلى أمانهم، لأنه هدول الناس هنن اللي بيحركوا هاي المؤسسات وهنن اللي بيديروها. طبعا ما بيقولوا هيك، بيقولوا لك يجب الحفاظ على مؤسسات الدولة. مؤسسات الدولة هي اللي عم تدمر كل شيء، عم تدمر سوريا فكريا وعقائديا وطائفيا واقتصاديا وسياسيا وكل شيء. هاي المؤسسات مؤسسات خدمية قائمة على الدمار وليست قائمة على البناء، أو ما انوجدت مشان تبني وطن أو تبني بلد، انوجدت بس مشان تدمره وتحطه تحت حكم دكتاتور. فعلى أي مؤسسات عم تخافوا؟ على كل حال، رغم كل شيء، رغم القتل والدمار والتهجير، الشعب السوري بأحسن حالاته، والشعب محضر حاله من أول يوم بالثورة. بيقولوا أنه أول ما بتصير حرب، أول ما بيهاجر هن المقتدرون ماديا، بعدين بيتبعون المهنيين والحرفيين، بعدين بيتبعون العقول والمفكرين. الرهان الأكبر هون هو مدى استعداد هدول الناس للعودة لسوريا وبناء سوريا. سوريا بتستحق منا نرجع ونعمر، بتستحق منا تضل بقلبنا، بتستحق منا كل شيء نعمله ونرجع نبنيها من جديد. خلونا نكفي المقال. بتقول بسمة قضماني: قضايا إصلاح القطاع الأمني أو الإدارة المحلية وغيرها مما سيتعرض له برنامج تحضير ليست من المسائل التي يمكن أن يباشرها ويقود العمل فيها خبراء أجانب، لأنها مفعمة بتاريخ وسياسة سوريا والتأثيرات المجتمعية المتداخلة، والخيارات السياسية فيها أهم وأعمق أثرا من الخيارات التقنية مع أهمية كليهما. لذا من المهم أن يكون سوريون وهم الوحيدون القادرون على رسم تفاصيل مستقبل بلادهم مؤهلين تقنيا لمثل هذا العمل أيضا. من هذا المنطلق تم وضع برامج تحضير الدراسة بالمشاركة مع مركز ألوف بالمئة. يعني هذا النظام ما خلى مثقف، ما خلى حرفي، ما خلى مهني، ما خلى فنان، ما خلى موهوب، ما خلى مفكر، إلا وعادة. عاد الشعب بكل ألوانه وطوائفه ومعتقداته وفكره. لكن بربك بربك في حدا بي بي بيضرب قدام وزارة داخلية النظام، بيضرب الطيب تيزيني، ولا بيضرب، ولا بيكسروا له أصابعه لعلي فرزات، هدول الأنامل الذهبية، ولا مالك جندلي الأكاديمي والموسيقار العالمي اللي ابتزوه بأهله وعادوه وهددوه بأهله؟ هذا النظام هو عنده فن فقط، هو فن وحيد، فن المعاداة للحياة، فن المعاداة للآخر، فن المعاداة بفكره بموهبته بكل شيء، فن المعاداة للازدهار، لأنه بيعرف أنه هدول ما راح يخلوه دقيقة على الكرسي. فلما بيقولوا لك أنه شوف شو صار بسوريا وليك ما راح تعمر، ما راح تعمر بحالة واحدة بس، ببقاء النظام، لأنه هذا النظام معادي للفكر، للفن، للدين، للمعتقد، للطائفة، نظام منضوي على ذاته، أناني، أحاد الاتجاه، دكتاتور، مجرم، قاتل أطفال بخبرة 5 سنوات. هلأ مفاوضات جنيف، سواء نجحت ولا ما نجحت بكفينا أنه نحن على حق. الحق بينام إيه بس ما بيموت. فاصلوا منرجع. قال الكاتب جورج سمعان بصحيفة الحياة بعنوان: جنيف 3 فرصة أمام المعارضة لتطوير سياساتها. بيقول: لم يكن أمام المعارضة السورية خيار غير الذهاب إلى جنيف. كانت ستضع نفسها في مواجهة المجتمع الدولي وفي مواجهة رأي عام دولي واسع تتفاقم مخاوفه من تنامي الإرهاب وانتشاره.
توسعت الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا. أكثر من نصف دول العالم يشارك في المواجهة، ولكن في المقابل لا يفتأ التنظيم يوسع من دائرته وعملياته وانتشاره عبر القارات، سواء تلك التي تنفذ بأوامر وتخطيط من قيادته في الرقة، أو تلك التي تشنها ذئاب منفردة. وانعدام التوافق على استراتيجية واحدة بين كل المشاركين في الحرب على دولة الخلافة، وانعدام الرؤية الواحدة لما بعد القضاء عليها، ليسا السببين الوحيدين اللذين يمدان بعمر داعش ومثيلته. يعني الحرب على، أو خلينا نقول قبل ما نفوت بالحرب، الغرب أو المجتمع الدولي بين قوسين بده يقنعنا أنه الإرهاب هو خيار، يا تبادوا يا بتروحوا على الإرهاب أو بتصير مع الإرهابيين. فكيف بده يقنعنا؟ بده يقنعنا أنه الذهاب للمفاوضات هو من أجل إحلال السلام بسوريا. وطبعا ما كنا نشوف بخطابات المجتمع الدولي غير ألفاظ معينة بين قوسين: مكافحة الإرهاب، تنظيم الدولة، المنظمات الإرهابية. وطبعا المجتمع الدولي بجلالة قدره ما حكى عن حقوق البشر بسوريا، ما حكى عن وقف القتل الممنهج والتجويع وحصار الناس، ما حكى عن قصف الناس هناك، ما حكى عن قتل الأطفال، ما حكى عن قصفهم بالغازات السامة. فالمجتمع الدولي بجلالة قدره عم يحطلنا المفاوضات بقالب هيك جاي، عبارة عن قالب مسبق الصنع، قالب مكافحة الإرهاب. وطبعا هي أبعد ما تكون عن مفاوضات السلام. ليش؟ لأنه ولا مطلب تنفذ بخصوص بنود القرار الإنساني، ملف المعتقلين لدى النظام، فك الحصار، إدخال المساعدات. فأنه يا جماعة نحن رايحين على مؤتمر جنيف ولا على مؤتمر مكافحة إرهاب؟ اللي البشر عندكم آخر الأولويات. خلونا نكفي المقال. بيقول الكاتب: من المستحيل إذن أن يسمح العالم باستمرار الأزمة بعدما تحولت ولادة متاعب ومصدر أخطار كبيرة. لذلك لم تجد المعارضة مفرا من التوجه إلى جنيف، لئلا تبدو الطرف الرافض للحل السياسي، علما أنها كانت بين مطرقتين قاسيتين من الضغوط. من جهة ضغوط الإدارة الأمريكية التي لم تفعل شيئا طوال 5 سنوات من عمر الأزمة، فالرئيس باراك أوباما لا يريد أن يفاوض غريمه أو يقايضه لرفع العقوبات بسبب أزمة أوكرانيا وترك الصراع وحله على عاتق الدول الإقليمية، كما أنه يسعى إلى تمضية سنته الأخيرة في البيت الأبيض على وقع عملية دبلوماسية تعفي قواته من توسع انخراطها في الحرب على الإرهاب في سوريا والعراق. يا جماعة، مثل ما بيقولوا، المعارضة ما دخلت على المفاوضات، يعني ما فاوضت النظام، ما دخلت على القاعة ولا حكيت معه شيء. المعارضة بجنيف بس ما عم تفاوض، هي هنيك بس عم تطالب بحقوق السوريين اللي هي أبسط الحقوق. حقوق يعني يا جماعة حقوق إنسان طبيعي تولد معه، فهي رايحة للطالب بهاي الحقوق، ومجرد تنفيذ هاي الحقوق يعتبر طريق للمفاوضات. وطبعا نحن عم نشرق ونغرب بهالمعارضة، مرة منقول مو قدرانين يعملوا شيء، ومرة منقول ما بدها تكون الطرف الرافض. يعني مثل ما بيقولوا، ليس لدى المعارضة السورية والشعب السوري ما يخسروا. 5 سنوات كانت كافية لمعرفة مع أي عالم نحن منتعامل ومع أي حكومات نحن منتعامل. 5 سنوات كانت كافية من أنه نعرف السياسة الروسية والإيرانية والأمريكية القائمة على حفظ المصالح، آخر همهم البشر. واللي بده يشوف المثال بسوريا. بيقول الكاتب: تواجه المعارضة من جهة أخرى ضغوطات من قبل قاعدتها الشعبية والفصائل العسكرية التي ارتضت الوقوف معها في صف سياسي واحد للمرة الأولى في مؤتمر الرياض، ويصر هؤلاء على وجوب معالجة القضايا الإنسانية قبل أي بند آخر، وإلا لا معنى للتفاوض. يصرون على وقف ضرب المدنيين ورفع الحصار وسياسة التجويع وإطلاق المعتقلين، خصوصا النساء والأطفال،
مثل هذه الإجراءات لا يمكن اعتبارها شروطا مسبقة، بل هي واجبات على الأطراف المتصارعة وعلى رأس النظام، نصت عليها القرارات الدولية منذ بدء الأزمة وحتى القرار الأخير رقم 2254، وهي مسؤولية مجلس الأمن. إمو لا يعرف يحل حاله مجلس الأمن؟ يعني كأنه الشعب السوري أعلن منذ البداية وقوفه إلى جانب هيئة المفاوضات، كأنه الشعب السوري تلا على الشوارع تحت براميل الأسد والقنابل العنقودية الروسية، وأعلن تأييده للمعارضة السورية. وقبل ما نقول هي شروط ولا واجبات، هو واجب على المعارضة السورية، بس المجرم راح يلتزم؟ المجرم هذا هو اللي عم يقتل ويشرد به الشعب. أي واجب يفرض على قاتل خبرته 5 سنوات بقتل الأطفال وبدعم إقليمي ودولي اللي بيقول إنه هي واجبات مجلس الأمن؟ إذا مجلس الأمن عم يحل للقاتل إنه يقتل الأطفال ويقصفهم بالكيميائي وغيره وغيراته وبالأسلحة المحرمة دوليا، فعن أي واجبات عم نحكي؟ هذا القرار رقم 2254 بتحسه بس قرار هيك أخلاقي، يعني غير ملزم، مثل ما بيقولوا يجوز الاتفاق على خلافه أو حسب ما ترتضي الدول الكبرى. خلونا نرجع للمقال. بيقول الكاتب: حضور المعارضة إلى جنيف خطوة لحشر النظام وتقديمه الطرف الرافض لأي حل أو تغيير، لكن ذلك قد لا يكون كافيا، تتطلب المرحلة اعتماد مقاربات جديدة بل استراتيجية مختلفة، لابد من تصويب الكثير مما أعاق مسيرتها في السنوات الماضية، وسواء تواصلت المفاوضات أم انهارت يجب أن تعزز وحدتها وتستدرج مزيدا من القوى إليها، ولا يكفي أن تعول على الدعم المادي والعسكري والتسليحي الذي تقدمه قوى إقليمية معروفة، عليها أن تترجم ملاقات أهل الإقليم والمجتمع الدولي في هواجسه ومخاوفه من تنامي الإرهاب، إذ يخشى أن تستدرج دولة الخلافة في ظل هذا الاستعصاء السياسي وانسداد الأفق أعدادا من اليائسين الذين كفروا بالدعم الخارجي وشح المساعدات العسكرية الوازنة. كتير عم نشوف شغلة سواء بمواقع التواصل الاجتماعي ولا بين بعضنا، انه الشعب السوري والمعارضة السورية ورغم القصف ورغم قلة الدعم ورغم الضغوطات اللي بتتلقاها المعارضة هن بأقوى حالاتهم. ليش؟ لانه عولوا على البلد، عولوا على الثورة، عولوا على الشعب السوري، ما عولوا على أميركي ولا عولوا على ما يسمى بين قوسين أصدقاء الشعب السوري. المجتمع الدولي بجلالة قدره الله يديمه نعمة مثل ما بيقولوا، عرفان أنه إذا أبقى على النظام رح يكون لداعش العمر المديد في المنطقة، غير أنه النظام والتنظيم أحباب بالسر، فبقاء النظام يعتبر حجر أساس بتنامي الإرهاب، والروس عم يعززوا هالشي طبعا بدعمه للنظام ومحاولة إفشال المفاوضات. سمعنا سؤالة الصحف للأسبوع. للاستماع لحلقة البيست أوف تابعوا صفحة راديو أورينت على الفيسبوك. شوفكن بحلقة جديدة.